The Last Adventure لعبة أوفلاين بدون نت بحجم حوالي 300 ميجا. The Last Adventure لعبة جديدة من ألعاب الأكشن وإطلاق النار. اللعبة هنا من منظور الشخص الأول وبتقدم قصة وجرافيكس كويس جدا. بتحكي اللعبة عن شاب وجد نفسه في العالم لوحده بعد نهاية العالم. هتتحرك في عالم مفتوح وهتبدأ تستكشف المكان وتجمع الموارد، وهيكون لازم عليك تواجه الزومبي وتبحث عن أشخاص ناجين في عالم اللعبة. اللعبة حلوة وجديدة والجرافيكس فيها مميز، وأنصحك أكيد إنك تجربها. معانا هي لعبة سايبر وور، لعبة اوفلاين بدون نت بحجم حوالي 380 ميجا. سايبر وور لعبة مميزة جدا من العاب الار بي جي. اللعبة هنا بتحكي عن المستقبل وعام 2077 ومدينة اسمها نايت سيتي، مدينتك اللي كلها خارجين عن القانون واللي واجب عليك انك ترجع لها. هتبدأ بقى هنا في اللعبة تقاتل وتدخل معارك على مراحل ومستويات كتير في المدينة. اللعبة قدمت لك جرافيكس قوي وتحكم جيد ونظام قتالي ممتع، وهتشوف فيها مغامرات واكشن بشكل حلو، وهتحسها فعلا لعبة قوية وممتعة بحجم صغير وبدون انترنت، واكيد في النهاية انصحك انك تلعبها. اللعبة رقم 8 معانا والجميلة جدا هي لعبة اسفلت نايترو 2، لعبة اوفلاين بدون نت جديدة بحجم حوالي 50 ميجا. لعبة اسفلت نايترو 2 لعبة سباق سيارات جديدة من شركة جيم لوفت الشهيرة. الشركة هنا بتقدم لك لعبة سيارات ممتعة وقوية بحجم صغير جدا. اللعبة هنا فيها وضعين للعبة، وضع السباقات العادية او وضع الكارير والحياة المهنية، واللي فيها تدخل سباقات كتير على مراحل ومستويات في اللعبة. هتشوف كمان سباقات في اكتر من مضمار في دولة اليابان ونيوزيلندا. اللعبة كمان قدمت لك سيارات كتير شهيرة، وطبعا تقدر تشتري سيارات جديدة في اللعبة. هتشوف هنا جرافيكس ممتاز على حجم اللعبة القليل واكتر من طريقة للتحكم في السباق، وصدقني دي لعبة سباق خرافية بحجم صغير وبدون انترنت. انا استمتعت بيها جدا واكيد انصحك بيها. اللعبة رقم 7 معانا هي لعبة Shadow of Death 2، لعبة اوفلاين بدون نت بحجم تقريبا 150 ميجا. الجزء الثاني من اللعبة الممتعة Shadow of Death هي لعبة من العاب الاكشن ثنائية الابعاد بنمط الـ RPG. اللعبة هنا من العاب الهاك اند سلاش السريعة والممتعة. بتحكي اللعبة هنا عن ماكسيموس بطل اللعبة اللي هتبدأ معاه الدخول في معارك قوية جدا ضد وحوش الظلام على مراحل كتير في اللعبة. اللعبة فيها جرافيكس وتصميم مميز واعداء مختلفين ووحوش قوية. اللعبة كمان فيها 4 شخصيات مختلفة واكتر من 50 مرحلة للعب. هتقدر كمان تغير وتطور الاسلحة الخاصة بيك وتجرب اسلحة جديدة. اللعبة قدمت لك حماس ومتعة حقيقية بحجم صغير واكيد انصحك بيها، وهتلاقي منها جزئين الاول والتاني والاتنين حلوين جدا، وطبعا روابط تحملهم هتلاقيها تحت الفيديو بشكل مباشر. اللعبة رقم 6 معانا والابداعية هي لعبة مور فايت، لعبة اوفلاين بدون نت بحجم حوالي 330 ميجا. مور فايت هي لعبة مغامرات خيال علمي حلوة جدا على الموبايل. اللعبة اللي بتحكي عن المستقبل وتطور التكنولوجيا والسفر للفضاء. في اللعبة هنا هتلعب دور ميرا مستكشفة بتعمل في محطة فضائية. قصة اللعبة هنا بتحكي عن رحلة ميرا على احد الكواكب الغريبة. هتبدأ بقى تمر باستكشافات غريبة لمواد بتسمى مور فايت، وهتشوف ترابط غريب واسرار بينها وبين بطلة اللعبة وعلاقتها بالكواكب. اللعبة بشكل عام قوية وفيها تصميم حلو ومغامرات ممتعة واكشن، وهي من افضل الالعاب اللي بدون انترنت وبحجم صغير على الموبايل. اللعبة رقم 5 معانا هي لعبة بلاك مور 2، لعبة اوفلاين واونلاين بحجم حوالي 155 ميجا. بلاك مور 2 لعبة اركيد بنمط الاكشن خفيفة وممتعة. اللعبة من نمط العاب ال 2D ثنائية الابعاد. في اللعبة هنا هتلاقي اكتر من 13 بطل تقدر تلعب بيهم، وهتشوف بقى قدامك مراحل ومستويات كتير واعداء لمواجهتهم. تقدر كمان تلعب اونلاين مع 4 لاعبين في وضع المالتي بلاير. اللعبة ممتعة جدا وخفيفة وفيها اكشن ومعارك، وتقدر تلعبها اونلاين او اوفلاين وبحجم صغير، وحقيقة تستمتع باللعبة دي جدا وانت بتلعبها.
اللعبة رقم 4 معانا المميزة لعبة مايند سيل، لعبة اوفلاين بدون نت بحجم حوالي 550 ميجا. مايند سيل واحدة من الالعاب اللي بتقدم جرافيكس قوي بحجم صغير على الموبايل. هي لعبة اطلاق نار حماسية من منظور الشخص الثالث. اللعبة بتعتمد على الاكشن والمهمات واحداثها بتحكي عن المستقبل. بتدور احداث اللعبة عن شخص تم استخدامه لتجارب علمية في مكان مجهول، بعدها هيفوق بطل اللعبة عشان تبدأ مغامرة ممتعة من الاكشن واطلاق النار والدخول في معارك قوية لمواجهة بشر واليين. اللعبة قدمت لك هنا جرافيكس قوي وتصميم جيد جدا ومغامرات حماسية، ونقدر نقول ان لعبة مايند سيل لعبة مغامرات واكشن بحجم صغير تستاهل فعلا انك تلعبها. اللعبة رقم 3 معانا هي لعبة أركين كويست ليجندز، لعبة أوفلاين بدون نت بحجم حوالي 375 ميجا. أركين كويست ليجندز هي لعبة RPG جميلة وبدون انترنت، هتلعب فيها تجربة قتال ضد القوى الشريرة، واللي هتحارب ضدهم انت واصدقاء ليك تقدر تختارهم داخل اللعبة. هتقدر كمان هنا تجمع الكنوز وتعمل ترقية ليك انت واصدقائك من حيث الأسلحة والمهارات. اللعبة كمان فيها مراحل كتير وبتعتمد على نمط القصة واللي بتحكي عن الانضمام لقوات البارون لإنقاذ العالم. الجرافيكس في اللعبة جيدة والتحكم في الشخصية وأزرار المهارات تمت بصورة كويسة، وهتشوفها لعبة RPG بدون انترنت تستحق فعلا انك تلعبها. اللعبة رقم 2 معانا والمعروفة باسم Endless Nightmare، لعبة اوفلاين بدون نت بحجم حوالي 110 ميجا. Endless Nightmare هي لعبة رعب والغاز 3D مميزة من منظور الشخص الاول. اللعبة بتحكي عن ضابط شرطة تم قتل زوجته وابنته بوحشية، واثناء بحثك عن القاتل وجمع الادلة ومحاولة فهم الاحداث بتتفاجأ بوحش مرعب متجسد في صورة امرأة بتطاردك طول الوقت، عشان بعدها تمر باحداث كتير مرعبة في شكل مطاردات. اللعبة بالرغم من ان حجمها صغير بس قدرت تقدم حاجات كتير قوية. هتقدر في اللعبة تستكشف المنزل، تجمع الادلة وتهرب من الوحوش، والاختباء كمان داخل الدواليب او تحت الطاولات، وكمان تقدر تجذب المرأة بكسر الاشياء، وكمان تقدر تواجهها باستخدام البندقية اللي بتعطلها لمدة معينة، وهكذا لحد ما توصل للنهاية وتحل لغز اللعبة. جرافيكس اللعبة جيدة والاصوات هتعجبك جدا لما تبدأ تستخدم الهيدفونز. التحكم كمان في شخصية اللعبة كان جيد وسلس، واكيد انصحك بيها لو بتحب العاب الرعب. اللعبة رقم 1 معانا والاخيرة والحلوة جدا والقوية هي لعبة Unreal Heroes. اللعبة هنا اوفلاين بدون انترنت بحجم حوالي 880 ميجا، ودي يمكن اكبر لعبة معانا في الفيديو، بس حقيقي هي لعبة اسطورية تستاهل انك تلعبها. Unreal Heroes لعبة اكشن ثنائية الابعاد مستوحاة من فيلم رسوم متحركة. اللعبة هنا بتحكي عن رواية اسطورية في دولة الصين القديمة، والاحداث هنا عن 3 تلاميذ ومعلمهم واللي قرروا يواجهوا خطر انتشار الوحوش في الارض والتغلب عليها. هتبدأ بقى تختار بطلك في اللعبة وتدخل مغامرات ومعارك كتير على طول الطريق. هتقدر هنا كمان تبدل بين الابطال وتحل الالغاز وتجمع الكنوز، وحاجات كتير هتشوفها في اللعبة الجميلة فعلا. اللعبة قدمت لك اسلوب اكشن قوي بجرافيكس عالي وبيئات بتصميم ممتاز، وحقيقي اللعبة عجبتني جدا وانا بلعبها، واكيد هتعجبك انت كمان، وانصحك اكيد انك تجربها. وفي النهاية صعب، دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. اما لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك وكمل معنا في القناة، واللي كمان رايك في تعليق لاكتر لعبة عجبتك ولفتت انتباهك في الفيديو. وشكرا جدا لمتابعتكم.